السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو حضرتك دلوقتي لسه أول مرة تشوف سلسلة حلقات أهم الملاحظات للامتحان، أرجوك ما تسمعش الحلقة النهاردة على طول، ارجع هات الموضوع من الأول وهتلاقي الروابط كلها في أول صندوق الوصف علشان تبقى ماشي بالتدريج. هي مجموعة حاجات، مجموعة ملاحظات في منتهى الأهمية، صدقني لازم تسمعها وتفهمها أوي 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 قبل ما تدخل الامتحان. ما تسمعش حلقة النهاردة، اسمع الحلقات اللي فاتت وبعدين ارجع اسمع حلقة النهاردة، هتلاقي الروابط في yesterday. طبعا هختار زمن الماضي البسيط، لكن لو جاب لك yesterday morning، yesterday evening، yesterday at 7 o'clock، yesterday ومعاها اي موعد تاني، في الحالة دي ما بختارش خالص زمن الماضي البسيط، بختار ماضي مستمر was a were plus verb plus ing. يعني yesterday لوحدها ماضي بسيط، yesterday ومعها موعد آخر ماضي مستمر. لو جيت جملة وقال لك tomorrow يعني غدا مستقبل، وين زاد المصدر. لكن لو في نفس الجملة مثلا أو في جملة تانية وجاب لي tomorrow ومعها موعد آخر، tomorrow morning، tomorrow evening، tomorrow at 7 o'clock، tomorrow ومعها أي موعد تاني، يبقى مستقبل مستمر. will be والverb that ing، خد بالك قوي من الحكاية دي، tomorrow معاها موعد آخر مستقبل مستمر، tomorrow لوحدها مستقبل بسيط. في مقولة دايما أنا بقولها لطلابي، بقول لهم المستمر هو اللي بيمنع. يعني إيه مستر الكلام ده؟ يعني لو قالك مثلا I can't، دلوقتي في المضارع I can't visit you، مش قادر أزورك، I am ولا I was ولا بغض النظر عن الزمن بس اختيارات يعني، وبعدين فوتبول، لا اختار مضارع مستمر. ليه؟ لأنه مش قادر يزوره في المضارع علشان في حدث مستمر منعه أنه يزوره في المضارع، المستمر هو من منع. طب لو قال لي I couldn't visit you، ما قدرتش أزورك في الماضي، يبقى ماضي مستمر، يبقى I couldn't visit you I was studying، ماضي مستمر هو من منع في الماضي. لو قال لك I want to be able to visit you، مش هكون قادر اني ازورك، I will be studying، هكون بذاكر مستقبل مستمر، يبقى المضارع المستمر بيمنع في المضارع، والماضي المستمر بيمنع في الماضي، والمستقبل المستمر بيمنع في المستقبل. في ناس كتير بتتلخبط وبتقول لي يا مستر انا مع ضمير الوصل شايف عاقل بس مش عارف اعمل ايه. بص يا سيدي، لو لقيت عاقل وطبعا بعد العاقل ده نقط وبعدها فعل مباشرة من أي نوع، فعل أساسي أو مساعد أو ناقص، يبقى هتحط يا إما هو يا إما that. تاني this is my friend not is clever، is ده فعل، يبقى هو أو that. تمام كويس. لو عاقل ونقط وبعد النقط دي اسم، اسم تاني، اسم عاقل أو غير عاقل، اسم، المهم إنه اسم، يعني مثلا this is my friend not father is a doctor، this is my friend not car is new، اسم بعد النقط father أو car، اسم عاقل أو غير عاقل، في الحالة دي تضع هوز، الذي يملك أو الذي لديه. لو لقيت عاقل وبعد العاقل نقط ثم فاعل وفعل، بمعنى يا مستر this is my friend not I met yesterday، لو بصيت على بعد النقط هتلاقي فاعل وفعل، مش اسم عشان نختار هوز ومش فعل عشان هو لذات، لا ده فاعل ثم فعل. في الحالة دي بتضع حاجة من أربعة والأربعة صح، يا إما هو يا إما ذات يا إما هوم يا إما ولا حاجة خالص. ينفع يديني في الاختيارات كلمة اسمها no word أو no pronoun، مش هحط حاجة في حالة المفعول دي، لأن كده صديقي بالنسبة للجملة التانية أنا قابلته امبارح، صديقي ده مفعول به، فبالتالي في حالة المفعول دي يعني لما بيجي بعد النقط فاعل ثم فعل، أنا ممكن أحط هوم أو هو أو ذات أو ما أحطش حاجة خالص. لو لقيت عاقل ونقط وبعد النقط دي فعل زاد اين جي، الحكايه دي ايه؟ قال لك الفعل زاد اين جي ده كان اصلا قبله از او ار، فيبقى منطقيا كده اكيد هو از. على فكره بيجيبها كتير في الاختيارات والناس بتبقى مش فاهمه امتى بستخدم هو از دي، this is my friend not playing football، playing كفعل زاد اين جي عايز از، هو هتتخلق في الاختيارات هو از بس كاتبها هو ابوستروف از، هي هو از، فبالتالي لما تشوف عاقل نقط فعل زاد اين جي تختار هو از مش هوز، هو از. لو لقيت مكان اعمل ايه؟
انا بحتار يا مستر بصراحه مع موضوع المكان ده، احط وير وفي ناس تقول لي واتش وفي ناس تقول لي اعمل ايه؟ لو لقيت مكان ما تتسرعش وما تختارش، بص بعد النقط مباشره، مكان نقط، وبعدين بعد النقط لو لقيت فعل، فعل يبقى واتش، مش ممكن يبقى وير. This is the hospital نقط is near، is ده فعل، اوكي؟ which is. طب لو لقيت مكان وبعده حرف جر، This is the hospital in not I work، برضو which. طب لو لقيت مكان وبعدين not وبعدين جملة فيها حرف جر، This is the hospital not I work in، برضو which عشان in دي. طب لو لقيت مكان وبعديه not وبعدين جملة فعلها ليس له علاقة بالمكان، يعني ايه يا مستر ليس له علاقة بالمكان؟ يعني ببساطة شديدة جدا، This is the home نقط أو This is the house نقط I bought yesterday. هل البيت معمول علشان أشتريه ولا علشان أعيش جواه؟ أنا بعمل إيه جوه البيت؟ بشتري جوه البيت ولا بعيش جوه البيت؟ بعيش جواه. يعني أشتري ده مش الفعل اللي بيتعمل جوه المكان ده، وبالتالي هذا الفعل ليس له علاقة مباشرة بالمكان، فعشان كده أختار which مش where. الحالة الوحيدة اللي بضع فيها where إن يبقى ما عنديش حرف جر قبل النقط، ولا حرف جر في الجملة التانية، ولا فعل بعد النقط. طب لو جاب لي جملة بتقول You said something not which you must apologize، انت قلت حاجة يجب ان تعتذر عليها. هو الراجل حاطط which بس مديني اختيارات على حروف الجر، كاتب لي in و on و off و for، اعمل انا ايه؟ بص يا سيدي، الحاجة اللي بتحدد لك حرف الجر هو الفعل اللي في الجملة التانية اللي بعد which، not which you must apologize، apologize بياخد حرف الجر for، يبقى for which. يبقى حرف الجر بحدده بناء على الفعل اللي في النص التاني من الجملة اللي بعد which. خد بالك ممكن جدا يبقى ضمير الوصل محذوف في الجملة لسبب غير انه مفعول به، لسبب ان بعده verb to be. انت عارف ان verb to be بيجي في المستمر أما وإذا وآر زائد الفعل زي إن جي، وبيجي في المجهول verb to be والتصريف التالت. يعني مثلا This is my friend who is playing، أنا عندي بعد هو هنا مستمر is playing، في verb to be اللي هو is، أوكي؟ كويس. أنا ممكن أحذف who is وأكتب playing على طول؟ آه ينفع. يبقى أنا ممكن أحذف ضمير الوصل إذا جه بعده مستمر، بس بحذف ضمير الوصل ومعاه verb to be وبخلي الفعل زين جي لوحده. ممكن كمان احذف ضمير الوصل لو في لو جه بعده مجهول، زي مثلا This is the book not او which، خلينا نقول الجمله من غير نقط، This is the book which was bought yesterday، هو ده الكتاب اللي تم شراؤه امبارح، اوكي؟ انا ممكن اشيل which واشيل معاها was، ايوه، اقول This is the book bought yesterday، هو ده الكتاب اللي اشتري امبارح، This is the book which was published last week، هو ده الكتاب اللي اتنشر السنة اللي فاتت. أنا ممكن أقول This is the book published على طول، تصريف ثالث مباشرة. يبقى كده في الحالة دي أنا بحذف ضمير الوصل ومعاه verb to be. يبقى لو جالي في الاختيارات وحاطط لي تصريف ثالث بس من غير which ولا verb to be ينفع، لو جايب لي في الاختيارات ing على طول ينفع، أصله كان who is playing وبقيت playing بس، أو كانت which was published وبقيت published بس. having لما تيجي في أول الكلام بيجي بعدها التصريف التالت، having tidied my room I went to school، بعد ما رتبت أوضتي رحت المدرسة، يبقى having في أول الكلام بعدها تصريف تالت. طب لو having جه بعدها مجهول بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا بتكلم عن الأوضة هي اللي اترتبت، having not the room seemed clean، بدا على الاوضه ان هي نظيفه، يبقى بعد ما ترتبت، اوكي؟ طيب في الحاله دي اعمل ايه؟ قال لك في الحاله دي تحط بين والتصريف الثالث، having been tidied the room seemed clean، بعد ما ترتبت الاوضه بدا عليها ان هي نظيفه. طب انا هعرف ازاي؟ من الجمله الثانيه، لو الجمله الثانيه بيتكلم عن نفسه يبقى هنا بيقول having، او بيتكلم عن حد عاقل او حد هو الفاعل اللي عمل ده، having not tidied my room، having tidied my room I went to school، بعد ما رتبت، اصل having هنا بتساوي بعد after، اوكي؟ بعد ما رتبت اوضتي رحت المدرسه، يبقى هنا عاقل سوري. لكن لو قال لي having not
the room seemed clean في الحالة دي يبقى having been tidied بعد ما ترتبت الأوضة بدأ عليها. في ملحوظة دايما بقولها لطلابي بقول لهم إيه؟ الضمائر تلتزم بقواعد المكان. مش فاهمين يا مستر؟ يعني الضمير ليه مكان محدد في الجملة، بمعنى إيه؟ أكيد أنت عارف طبعا ضمائر الفاعل زي I و he و she و at و we و they و you، دي بتيجي أصلا في أول الكلام فاعل مكانها في أول الجملة. في ضمائر مفعول زي me و him و her و them و you و us و at، ودي مكانها يا إما في وسط الجملة يا إما في آخرها لأنها مفعول. ولكن إذا طلب منك إنك تحط بعد have أو get ضمير، يعني مثلا the boss have not study hard، أوكي؟ طبعا أنا بتكلم عن عاقل لأنه have بيجي بعدها عاقل ثم study ده المصدر، أوكي؟ فيبقى أو مثلا the teacher not have the teacher have not study hard، المدرس خلاهم يذاكروا بجد. هنا المفروض ان انا بتكلم عن فاعل، الطلبه هم اللي هيذاكروا، لا بس الموقع هنا المكان هنا مش في اول الكلام، وبالتالي الضمير يلتزم بقاعده المكان. يعني ايه؟ يعني مكان الضمير اللي انا عايز احطه هنا مكانه فين؟ في نص الجمله. the teacher have او the teacher has لانه مفرد، the teacher has not، النقط هنا جايه فين؟ في نص الجمله، وبالتالي تلتزم بقواعد المكان وتضع ضمير مفعول. يبقى اذا طلب منك انك تحط ضمير بعد have او get لازم يكون ضمير مفعول him her me us them you او it، ومش ضمير فاعل. have لما بتيجي بعدها عاقل بيجي بعدها المصدر. في حاجات كمان زي have بيجي بعدها عاقل ثم المصدر، صحيح. let و make، let و make زي have بالظبط، لو جه بعدهم عاقل يجي بعدهم مصدر، وبالتالي انا ممكن اقول لك مثلا the teacher lets me go to the bathroom مصدر، the teacher makes me study hard. يبقى let و make زيهم زي have بيجي بعدهم عاقل ثم المصدر، get بيجي بعدها عاقل ثم طول مصدر. اهو بالظبط كده نفس الحاله بالنسبه ل permit يعني يسمح و allow، permit و allow زيهم زي get، لو جه بعدهم عاقل بيجي بعدهم طول مصدر، permit و allow عاقل طول مصدر زيهم زي جت تمام. خليني اتكلم معاك شويه عن الترجمه. الملحوظه دي خاصه بالترجمه. لما تلاقي في الترجمه من انجليزي العربي هاف او هاز يعني زمن مضارع تام، من فضلك ابدا كلامك بلقد، لقد. يعني مثلا the government has built a lot of bridges، لقد بنت الحكومه الكثير من الكباري، لقد عشان هاف او هاز. ملحوظة كمان لها علاقة بالترجمة، إنه الترجمة في العربي دايماً بتبدأ بالفعل. ده معناه إيه؟ ده معناه إن ما ينفعش أقول الحكومة بنت، لا هقول لقد بنت الحكومة. يبقى لو أنا بترجم من إنجليزي العربي لازم أبدأ بالفعل، الفعل أولاً ثم الفاعل، وده عكس الإنجليزي. الإنجليزي بيبدأ بالفاعل، فعشان كده بنقول the government has built، إنما في الإنجليزي بنقول الحكومة هي اللي بنت، لا العربي بنقول بنت الحكومة أو لقد بنت الحكومة. إنجليزي بنقول the government في الأول، لكن في العربي بنقول لقد بنت الحكومة. ملحوظة كمان ليها علاقة بالترجمة، أحيانا بيبقى كاتب لك في العربي مثلا زويل هو كذا، أوكي؟ هو أو هي دي بتبقى عبارة عن فعل يكون، يبقى لو أنت شفت هو أو هي دي ما تكتبهاش زويل هي، لا هتقول as، وبالتالي لما تلاقي كلمة هو أو هي في الحالة دي بتكتب verb to be، فعل يكون is لو مفرد و are لو جمع.